اذا هلا هون الفكره الاساسيه في هذا الكود، في عندي شيء بتكرر. هلا انا المفروض اني عملته فانكشن وناديتها، بس انا ما عملتوش زي هيك، انا كررته. طبعا هذا غلط، المفروض اني اعمله فانكشن، اصير انادي الفانكشن واعطيها بارامترز. يعني مش هاي ممكن اعملها فانكشن اني اعطيه نقطه البدايه ونقطه النهايه، وافترض انه هو بده ينتقل من هون لهون بخط مستقيم، واعطيه الزمن واعطيه انه البن تحت ولا فوق، مش هيك؟ فهاي صار كان بامكاني الان اعيد كتابه هذا الكود بشكل ارتب، بحيث انه يكون في فانكشن، الفانكشن باخذ فيها نقطه البدايه ونقطه النهايه، واحنا ضمنيا مفترضين انه زد بتساوي زيرو، او ممكن اعطيه زد يكون هذا دايمنشن. فانا راح اعطيه هلا، فراح اصير انا كل مره باجي بقول له هي البدايه وهي النهايه، انتقل من النقطه الاولى للنقطه الاخيره بسرعه معينه، هاي راح تاخذني 5 ثواني من هون لهون. وعاملينها 50 ملي سكند، كل 50 ملي سكند بعمل نقطه بصير يتحرك بينهم. بعدين برد بناديه مره ثانيه لهاي، بس هون بقول له ارفع القلم. بعدين هون حط القلم، ارسم هاي، ارسم هاي، بكون انتهينا بهاي. فالمفروض انادي هذا السب روتين او الفانكشن اناديه 1 2 3 4 مرات. هلا حتى نعمل هيك، هي في البدايه طبعا هون هاي الاشياء الاساسيه، عملنا الكود وانا عملت كلير للفكر على اساس لو في فكر سابق. هلا هون عملت جنريشن للتايم فيكتور، راح اضل استعمل هذا التايم فيكتور، كل مره بروح برسم بستخدم تي سمول تي، 5 ثواني 50 ملي سكند بين كل بوينت والثاني. بتحب انت هلا ممكن تقول لي هذا كل واحد ما بيستاهلش 5 ثواني، تغير زي ما بدك. هاي هذا خلصنا منه، هذه هون البريليمينريز. هلا اجيت قلت في كل روتين راح احط انيشال وفاينل، لكن اول مره راح اعطي انيشال وفاينل، بالثانيه راح اعطي بالانيشال تبعها هو الفاينل تبع اللي قبلها. منطق؟ فبقول ما بدي اياه يبدا من نقطه جديده، بدي اياه محل ما خلص يكمل. فراح اصير باللي بعد راح اقول اكس انيشال بتساوي اكس فاينل، واي انيشال بتساوي واي فاينل السابقه، وبعطيه اكس فاينل واكس، بس باول وحده لازم اعطيه الانيشال والفاينل. ففي اول نقطه اللي هي هاي راح اعطيه هاي النقطه وهاي النقطه، اللي هي هاي 0.2 - 0.5، وبدي اروح ل 0.2 + 0.5، لانها تراجكتوري بلاننج. تذكروا انه هاي ما راح يروح يعمل هيك، وبده ينتقل من النقطه اللي تحت للنقطه اللي فوق. اذا عملتها جوينت سبيس بلاننج راح يعمل هيك، بس لاني عامل انا كارتيجن سبيس بلاننج راح ينجبر. واذا بدنا ناخذ المثال هي هيك، لو بدي انتقل من هاي النقطه راح اطلع، اطلعوا كيف الجوينتس كلها عم تتغير وعم بنتقل هيك، حتى يتحقق عندي خط مستقيم. بعدين راح نقرر وذا ستايلس داون ولا اب. فانا حطيت هون بوليان فيربل اسمه ستايلس، هل هو ترو يعني ستايلس تحت، فولس يعني ستايلس فوق ما راح يعمل بلوك. بعدين عملنا هذول. هلا هون زي ما حكيت لكم انا يمكن اعتقد هاي مش ايديال اللي انا عاملها هون، انا عامل روتيشن حوالين الزد اكسس. كان المفروض الاصح يمكن تكون القلم تبعي او التول تبعتي تكون باتجاه الزد، فانا الزد كانت لفوق، الفها 180 درجه حوالين اكس لتحت. يعني المنطق اكثر وين القلم انا بمسكه، مش المنطق بقول انه السكس فريم، تذكرين السكس فريم؟ انا المنطق بقول انه باتجاه الزد تبع اخر واحد انه امسك هذا من هون، بس هو اظن كان معكوس لهذا. على اي حال احنا هلا بنقول عمالنا بهذا الاتجاه، بدنا نجيب بهذا الاتجاه، ننزل الاكس تبعها بهذا الاتجاه تبعت التول حتى نرسم. فعملت الروتيشنز المطلوبه والترانزليشنز المطلوبه، فاخذنا اكس انيشال اكس فاينل، عفوا اكس انيشال اكس فاينل، واي انيشال واي فاينل، هي البدايه وهي النهايه. وبالاورينتيشن عملنا اورينتيشن حوالين واي ب 90 درجه. فهي صارت هيك هلا التول، وهي رح تضلها نفس الاورينتيشن، ما رح تتغير، رح تضلها دائما نفس الاورينتيشن. بس حطينا نبدا من اكس انيشال اكس فاينل او واي انيشال اكس انيشال واي انيشال زيرو لواي فاينل اكس فاينل واي فاينل زيرو، فاحنا زيرو عم بقى نقول احنا بالزد بلين، كله زد بلين. حولنا هاي لتي، تي اللي هي الدايمنشنز تبعتها رح تكون 4 × 4 × 4. ففي كل حاله من الحالات بنقول اتش تي 1 واتش تي 2، تي انيشال تي فاينل. بينهم بنعمل هلا تي، بحيث انه هاي تفترض انه عندي خط مستقيم. فبقول اعمل لي هلا كارتيجن سبيس تراجكتوري بلاننج، بتحول فيها تدريجيا من تي 1 لتي 2. طبعا الاورينتيشن ما راح تتغير، راح يتغير هو الاكس والواي تبعت التي. لسه ما حطينا اشي على الروبوت، احنا بس عملنا في السبيس، في الكارتيجن سبيس. هاي الكارتيجن سبيس بلاننج هو هذا الاستراكشر اللي هو السي تراج. سي تراج راح يخطط. هلا تي صارت فيكتور مش هيك؟ عبارة عن اللينث اوف تي مكرر 4 × 4 عدد من المرات، فعمالي بنتقل من تي 1 لتي 1 بلس 1 لتي 1 بلس 2 لتي 1 بلس 3 لحد ما اوصل T
تي 2 مجموعه من التيز هذول. هلا هدول رح اعملهم انفرس اطلع منها كيو. هلا هو الانستركشن بفهم انه تي مالتيبل بتذكرين تي شو هي؟ تي هي 4 في 4 عملنا عدد كبير جدا منهم. هاي 4 باي 4 بتمثل بوز، فعملنا عدد من البوزز لحد ما وصلنا اخر بوز موجوده هون. فهاي تي انيشال هاي تي فاينل، فاحنا اخذنا عدد منهم وطلبت من الانستركشن هذا يعمل لي كارتيجن سبيس تراجكتوري بين تي 1 وتي 2 كم مره؟ عدد مرات اللي كانت 5 في 20 اصلا بتطلع 101. فعندي 101 من هذول. هذا ستراكشر او اري اذا بدك تفكر فيه. الاري دايمنشنز تبعته هي 4 في 4 في 101 اظن بتطلع، مش هيك؟ 20 في 5 101. والانفرس شو عمل؟ اخذ التي هاي وطلع لكل وحده من هذول المربعات ال 4 باي 4 ايش طلع؟ لكل 4 باي 4 ايش راح يطلع معي؟ كيو. اللي هي شو البوز تبع الروبوت اللي بحقق تي 1؟ شو البوز تبع الروبوت اللي بحقق تي 1 بلس 1 وتي 1 بلس 2 تي 1 بلس 3 لحد ما اوصل هاي؟ فترجمنا التي اللي هي البوزز ترجمناها لزوايا على الروبوت، هاي زوايا حقيقيه للسته، للست زوايا الموجودين هون، كيف راح يتحركوا؟ حسب الكوانتيك بولينوم اللي حكينا عنه. بعدين طلعنا بي 1 اخذنا بي 1 ترانزليشن تبع تي 1 بي 2 عشان ارسم الخط. هلا انا برسم الخط، ليش برسم الخط؟ برسم لكم الخط عشان تشوف هو ايش الخط اللي تحرك عليه. هو المفروض يمكن كان الاصح اخليه هو كل ما مر في نقطه يعملها بنقطه يبلوت انه مر على النقطه هاي بس انا عشان اسهل انا راح ارسمها خط، فراح استخرج الاكس والواي من هذول، راح اخذ اول نقطه واخر نقطه، هاي بتستخرج اول نقطة واخر نقطة من هون، بعدين بتعمل منهم فيكتور لاكس واي عشان يرسم خط بينهم. بلوت 3 وين بلوت 3؟ هاي بلوت 3. هلا شوفوا اذا بقول اذا ستايلس، طبعا انا هون غشيت، ايش الغش اللي هون؟ انا بس ما عملت لهش بلوت وعملت له بلوت، بس انا المفروض ايش؟ بس الروبوت راح يمر في النقطة هاي، ايش المفروض اعمل؟ المفروض ارفعه شوي، اوكي؟ بدكم هلا ممكن كيف ترفعه؟ انتوا اعطوني افكار، كيف ممكن ارفع ستايلس؟ ماشي بس انا ما عنديش، هلا عندي هذا الروبوت، كيف ممكن ارفع ايد الروبوت؟ ايش اللي ممكن اغيره؟ ارفع الزد مش هذه الزد زيرو؟ حط اذا بدك زد بوينت 1، ارفعه عن الور اب بوينت 1، فانقله الان غير من هذه من زد زيرو لزد بوينت 1 بس بيرتفع شوي صغيره 10 سم بيرتفع عن الوراء وبعدين بتحركه بتنزله مره ثانيه. هذا ممكن انتم تضيفوه اذا بدكم بعدين، انا هون غشيت بس ما عملتش بلوت للخط، بس هو الروبوت راح يمر بالنقطه هاي، بس انت حتى تتخيل انه هو كانه ما يعني هي انت اللي بدك تعمله. هلا الحلو بهاي انه انا عم ببعث باراميتر للفانكشن، ايش بقول لها؟ خلي القلم تحت او القلم فوق، يعني بقول له مر في الخط بس خلي القلم فوق او القلم تحت، ممكن هاي تكون اي شيء. بوز 10 بعمل بوزنج ل 10 سكندز، هاي مفيد عشان اظبط لكم الريفيو تقدروا تجيبوا، وكنا نتغلب مرات ننتقل من مكان لمكان، فهي بس رح تاخر 10 ثواني بوز. بوز بدون شيء شو بتعمل؟ بتضلها تستنى مني سبيس بار او شيء. وهون بعمل بلوتنج. هلا هون البلوت، لاحظوا البلوت ايش كيو هون؟ هل هي كيو 1 رو؟ عدد من الروز شو بعمل؟ بصير يمشي فيهم واحد ورا واحد. رح يصير ينتقل فيهم واحد ورا واحد، رح يعمل انيميشن لهذا الكيو اللي صارت هون. هلا هون برد بعمل السكشن اللي بعده، السكشن اللي بعده هي هون اول شيء عملته برد اكس انيشال بتساوي اكس فاينل السابق، خلص ابدا من النقطة النهائية، واي انيشال بيساوي واي فاينل السابق، ابدا واعطيه النقطة الجديدة 0.7.5، وين 0.7.5؟ هي 0.7.5 صارت هون، وبعدين هذه 0.20 اظن مش هيك؟ عفوا لا بده يروح من النقطة الأخيرة اللي كانت هون اللي انتهى فيها اللي قبله لهي النقطة. بس الستايلس ايش بده يكون؟ فولس عشان ما يعمل بلوت. اوكي؟ فانا طبعا زي ما حكيت انا مكرر الكود هون وهذا بروجرامينج سيء، ليش هذا سيء البروجرامينج؟ انا كررت الكود خمس مرات، نسخته خمس مرات، ليش سيء؟ تمام مش بس هيك، الاسوء من الميموري، لا هو من الزمن اسرع على فكره، هاي الطريقه اسرع، في بعض بروجرامرز لما بده يسرع الكود بنسخه. بس هاي مش جود بروجرامينج، ليش؟ القراءة الفهمه صعب.
بعدين لو انت غيرت واحد منهم بدك تروح ترجع تغير في الاربعه كلهم او الخمسه كلهم، مظبوط؟ هذا سيء. المفروض الاحسن يكون في عندي فانكشن واضح لها انبوتس ولها اوتبوتس، بناديها كل مره ب ببارامترز محدده. هاي هون كملنا، عملنا نفس الشيء للخط الاول، نفس الشيء للخط الثاني، بس هون ستايلس صار ترو. وبعدين اخر شيء للخط الرابع، نعمل نفس الشيء للخط الرابع من بنحطه من اوكي. هاي هذا هون اخر شيء، بس تكرر اربع مرات نفس الكود، تكرر اربع مرات.